أكد الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية جمال بو حسن في تصريح خاص لمركز الأخبار عبر تقنية الاتصال المرئي، أكد أن مملكة البحرين عانت طويلا من الممارسات القطرية العدائية تجاهها من خلال الدعم القطري للتنظيمات الإرهابية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد. طبعا ما لا شك فيه بأن النظام القطري دأب على دعم الميليشيات الإرهابية وإيجاد الحاضنات لاحتوائهم وتقديم كل الدعم، سواء الدعم المادي أو الدعم المعنوي أو الدعم اللوجستي أو الدعم الإعلامي، من خلال إيجاد البيئة الخصبة الإرهابية التي تقوض الوضع الأمني في مملكة البحرين. وهذا طبعا يعطي دلالة واضحة بأن النظام القطري كان دائما هو من يقوم بتقويض الأمن داخل مملكة البحرين من خلال هذه العناصر الإرهابية المدعومة بشكل مباشر من النظام القطري. والنظام القطري يقوم بهذه الأعمال نظرا لوجود أهداف استراتيجية بالنسبة له للسيطرة على مملكة البحرين وتغيير نظام الحكم في مملكة البحرين، وهذا ثبت بالأدلة القاطعة وباعتراف كل من تم القبض عليه من العناصر الإرهابية، وكذلك الإثباتات المادية سواء الريالات القطرية أو المراسلات، ولا ننسى كذلك التسجيلات المهمة التي تمت بين وزير الخارجية رئيس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك حمد بن جاسم، وكذلك حمد العطية مع رأس الإرهاب المدعو علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة. فهذا أو كل هذه المعطيات تدل على أن النظام القطري نظام إرهابي يدعو إلى الإرهاب، وهو يحتضن الإرهاب من خلال العناصر الإرهابية الموجودة في الدوحة